بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفي المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم سالمين غالمين. تنشكر المتابعين بزاف بزاف اللي تيخليو تعليقات، وتنشكرهم على ثقة في القناة. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطو واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم إما ثقاف وإما تابعة وإما سحر. تقدر البنت اللي متقفينة على الزواج، أو الولد اللي متقفينه على العمل، أو البنت اللي عندها مشاكل في حياتها كامل، حتى حاجة ما عندهاش، ما خلاو لها حتى حاجة، ما خلاو لها لا صحة لا فلوس لا جمال لا حتى حاجة. الأم اللي عندها مشاكل مع أولادها، ديما عندها مشاكل مع أولادها، ديما عندها نفور ما بينها وبين أولادها، ما تبغيوهاش. أو الناس اللي عندهم ديما المشاكل في البيت، الناس اللي كاينين بعد الناس اللي عندهم في البيت صداع والمشاكل بدون سبب، ما تعرفوش شنو السبب. إذن نقدر نبطل لولادي وخا ما يكونوش، نقدر ولو من بعيد، نقدر نبطل ولدي وخا يكون من بعيد. إذن غادي ناخد واحد الكمية ديال الملحة لا بأس بها، غادي نحطها في إناء مقلة بحال هذه مقلة، وغادي نحط معها العرعار، كمية العرعار، كمية العرعار تقريبا قد هكا العرعار. نوضعه مع الملح، لان هذا العرعار غادي نتبخر به مده 3 ايام مع الملح. اول حاجه غادي ناخد الملح بنيه طرد تابعه او سحر او ثقاف الناس اللي متقفينهم على الزواج. غادي نحط اسماء الناس، اشخاص غنحط الاسماء ديالهم في اوراق الغار. نقدر ولدي او بنتي او الزوج ديالي كلهم غادي نحطهم هنا ليله كامله مع العرعار والملح. غادي انا سنقلب وتنقرا سوره الزلزله 21 مره، وغادي نقرا ايه الابطال هذه اللي غادي نقراها حتى هي 21 مره. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 21 مرة. وغادي نقرأ آيات رائعة في طرد العوارض، وفي نفس الوقت محكمة على أي عارض. إذن هاد الآية اللي غنحط لكم هي تهية، غنقرأها 21 مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. البنت غادي تاخذ هاد الملح والعرعار، غتبيتهم ليلة كاملة مدة 3 أيام. نقدر هاد الملح والعرعار نقسمها على 3 ليالي، نقرأ قراءة واحدة ولكن نقسم هذه على 3 ليالي. الولد أو البنت غادي يشدوا الملح، يقسموها على 3، هذا يحطوا الجزء الأول في المقلة ويخليه يتحمر أو يسخن على النار حتى تصير هاد الملح مع العرعار، تصير هاد الملح لونها بني، والعرعار غادي تحرق وغادي يعطي واحد الريحة زوينة في البيت. وفي نفس الوقت البنت أو الولد اللي متقفين عالي العمل أو متقفين عني الزواج، غادي إن شاء الله يحاولوا أنهم يلبسوا جلباب ويتبخروا به. الوقت اللي تكون المقلة سخونة مع الملح مع العرعار، غادي ناخد واحد الكأس ماء، كأس ماء نقرأ عليه الفاتحة 3 مرات، ونصبها على الملح والعرعار ما بين الرجلين ديالي، ونقرأ اللهم اللهم ابطل عني جميع العوارض، إن كان سحر أو ثقاب أو عين أو حسد، اللهم ابطل عني جميع العوارض بحق محمد وآل محمد. إذا عدنا
ونخلي هاد الاسم، ما نخليه هنا يتحرق، وخا يتحرق الغد ليه ندير اسم اخر ديالي باوراق الغار. المهم ناخد يوميا، كل يوم مدة 3 ايام، هاد نقسم هاد الملحة ونحرك بعود خشب في المقلاة، في عود خشب باش نحرك هاد الملحة والعرعار، ونحاول نتبخر بها 3 ايام مع الظهر والعصر. هذه ولو انك تبخري مع الفجر جيدة. اذا الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم، عندهم مثقفهم شي حد وما عارفينش، غادي مدة 3 ايام غادي يحسوا بالفرق، غادي يحسوا بانهم بداو العوارض بداو يمشيو. وفي نفس الوقت نقدر كل شهر نديرها حتى ربي يجيب التيسير، لان تقدر ما تجيبش معاك في النوبة الاولى، ولكن تقدر ان مع المداومة كل اسبوع ناخد 3 ايام، او نقدر نداوم عليها حتى 2 مرات في الاسبوع حتى ربي يحيد هاد العارض او التابعة او التقاف او الحاجة اللي متقفينها ليا على الزواج او العمل او الناس اللي تيكونوا متقفين وما تتكونش عارفة راسها. اذا بحقي وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، دوموا عليها ودوموا على قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ودوموا على هذه الايه اللي قلت لكم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وربي سبحانه وتعالى غادي يفرج له الامور وغادي يفرج كاع الصعاب، لان الى اعتمدنا على الخالق هو اللي غادي يحل بزاف المشاكل. اذا هاد المحروقات ديال 3 ايام هاد الملحه غادي نهزها واللوحه في مكان عاشب، لانني تخلصت ان شاء الله، غادي تخلصوا من التوابع ومن السحر ومن الثقاب. والملحه خرجوها خارج المنزل بهذاك الماء اللي طفيتوا عليها، ونخرجوا خارج المنزل، نجمع هذيك الملحه مده 3 ايام، وغادي ان شاء الله غادي اللوحه في مكان عاشب. الكاس يكون كبير، الكاس يكون كبير اللي تقري عليه الفاتحه 3 مرات، باش الا حرقتي الملحه وحليتي رجلك باش تبخر، ان غادي يطلع معاك هذاك البخار، هذيك هي توسخه بالعرعار والملحه باش تحيدي كل عار. اذا تنتمنى لكم الله سبحانه وتعالى يفك جميع العوارض عليكم ويعطيكم السؤال ديالكم وتكونوا بخير وعلى خير. اذا لا عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.